الله الرحمن الرحيم. احنا اولا بنقدم العزاء لاهالينا المفقودين في مصر، وبنقول للشرفاء ومن الشعب المصري ان لم تتحركوا لانقاذ هذا الوطن فسيصبح مصيرنا جميعا مصير هؤلاء المفقودين، ويسقط يسقط حكم العسكر. نحب نفكركم بالمقولة اللي انتشرت في عهد الدكتور محمد مرسي. أنا عارف إن الوقت مش وقت عقد مقارنات، لكن المقولة المشهورة يعني طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس. المقولة دي اتقالت في إحدى الحوادث العريضة برضو اللي حصلت أيام الدكتور مرسي، والإعلام قعد يشتغل عليها فترة طويلة. إحنا مش يعني أنا مدرك إن ده مش وقت مقارنات بين الفترة الماضية والفترة اللي احنا فيها، لكن فعلا يعني مسلسل الإهمال في الدولة المصرية كان أحد أسباب أصلا انطلاق ثورة 25 يناير. الإهمال وعدم الاهتمام بحياة المواطن المصري وتحسين حياته بشكل يعني فوري، لأنه المصريين تحملوا سنوات طويلة من أيام عبد الناصر والسادات، ولازم تستحملوا وشدوا الحزام، وما زالت الدعوات مستمرة. حتى رئيس أو رأس النظام الحالي برضه بيطالب المصريين إن هم يصبروا ويتحملوا ويجوعوا ويعطشوا. طب وعلى إيه يعني في الآخر؟ يعني حتى الناس اللي غمروا بأطفالهم وزوجاتهم عشان يهربوا ويلاقوا وطن جديد تاني ليهم بيلاموا على إن هم قاموا بهذه المحاولة، وفي ناس بيتهمون بالباطل إن هم أصلاً يعني معاهم فلوس وكانوا يقدروا يبدأوا حياة في مصر. لكن هيبدأوا حياة في مصر ازاي؟ بعشرين ألف جنيه ولا تلاتين ألف جنيه ازاي يعني؟ فتعزينا لأهلنا وإخواتنا من يعني الشهداء، ربنا إن شاء الله يتقبلهم في رحمته. وبنطالب يعني الشعب المصري بأن هو يعني يراجع موقفه شوية، خاصة الشعب اللي هو ما زال مغيب وبيأيد هذا الرجل السفاح القاتل عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر عيسى من مؤسسة تضامن أمستردام هولندا، بشارك إخواني أحرار نيويورك ونيوجيرسي فعاليات الاحتجاج على زيارة السيسي وإلقاء كلمته في الأمم المتحدة، وأحب أقدم العزاء لأهالي ضحايا عبارة رشيد، ربنا يتغمدهم برحمته وإن شاء الله ينقذوا اللي لسه موجودين على قيد الحياة. ونقول اللي أدى لهروب الشباب من الموت إلى الموت الفساد اللي موجود في مصر الانقلاب، وبنحيي صمود الشرفاء اللي موجودين في مصر، بنقول لهم احنا معاكم، واحنا بنحاول نرفع صوتكم قدام العالم كله ان الانقلاب اللي حصل في مصر ومجزرة رابعة والنهضة، وبنحيي صمود الرئيس الدكتور محمد مرسي، ربنا يفك أسره وكل اللي معاه، وإن شاء الله النصر قريب وقوتنا في وحدتنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبائي الخالص للمفقودين ولأهل الضحايا، وده طبعا للأسف مش غريب على انقلاب فاشل في كل شيء، حتى في إنقاذ الضحايا، مش بس سايبهم يهربوا من الوطن، لا ده هو فاشل كمان حتى في انقاذهم. ويعني انا بصراحة شايف حاجة زي دي، يعني عدد زي ده بيضيع بالسهولة دي كفيل لإقامة ثورة ثانية في مصر، للتخلص من هذا الحكم الظالم الفاشل الذي كل اهتمامه فقط دعم حكمه وسيطرته على البلاد والعباد بالتضحية بأي شيء. لكن بادرة أمل بنقول الشعب فيه لسه منه صاحي إن شاء الله، وفي منه لسه عندنا أمل فيه إن هو يثور على هذا الظلم، وإن شاء الله الأمل قريب يسقط يسقط حكم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بقدم عزائي لأسر الضحايا، وانا بقدم عزاء الشعب المصري كله، واحب اقول كلمه
للشعب المصري اللي كان شايفينه وكان مثال رائع للعالم كله في 25 يناير وبعد 25 يناير. واللي احنا فيه ده نتيجة أصابة من الخونة المرتزقة التي لا تراعي ولا دين ولا تراب للوطن ولا أي شيء، لا يهمهم إلا مصلحتهم وخدمة أعداء الوطن. فوقوا كفاكم شعب مصر بعد 60 سنة من الذل والعار والهوان والكرامة اللي ضايعة. فوقي البلد كانت بتتحرك بعد 25 يناير، ثورة 25 يناير، لكن انقلب عليها الخونة والدولة العميقة. رجال مبارك ورجال أعمال مبارك رجعوا تاني، البلد متدمرة صحيا تعليميا كل شيء. فوقوا يا شعب مصر، نداء للشعب المصري يفوق. الامل معقود عليكم. مش احنا يعني احنا بره يعني بنتمنى ان انتم تكونوا بخير وبصحه، لكن كل يوم كل يوم كل فتره وفتره نكبه من نكبات اللي بتحسسنا بالهوان والذل. يعني شباب يعني من اطفال للشيوخ، 600 واحد اتحطوا في مركب، المركب ديت ولا فيها رعاية ولا فيها اهتمام. يعني ناس بتدفع فلوس عشان تروح تموت، وناس بتهرب من الموت عشان تموت. احنا لو يعني احنا كنا نأمل ان البلد تتحسن للأفضل ويكون مصرة زي البلاد اللي احنا فيها هنا، ويبقى في شيء من التقدم، واحنا افضل كتير والخير كتير. لكن استولاء العسكر ومنظومة الفساد على البلد ضيع كل شيء. فوقه لابد من اسقاط دولة العسكر. يسقط حكم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقدم خالص اعزائي ضحايا الشهداء واسرهم في مركب رشيد وفي قرية برج مليزي، قرية برج رشيد، الجزيرة الخضراء، في كل مكان في مصر. اتقدم خالص العزاء وبتهم الجيش المفروض ان هو جيش مصر، ان هو عن تقاعسه في انقاذ باقي المجموعه 600 واحد. يعني دي كارثه كبيره جدا جدا جدا، دي كفيله ان هي مش تقوم ثوره بس، دي كفيله ان هي تزلزل كل رموز الانقلاب وكل مسؤول المفروض في الدوله. منع حرس الحدود المراكب الصيد ان هي تنقذ بقية الشباب دي جريمة لن تسقط بالتقادم، سوف يحاسب عليها حرس الحدود من أولهم لآخرهم. كل قيادات الجيش لازم تحاسب على هذا الإجرام والتفريط في أرواح الشباب. حتى الناس اللي سايبين لهم البلد وسايبين لهم الدنيا وعايزين يمشوا، وكمان عايزين بتقتلوهم بالعمد وبتمنعوا عنهم الإنقاذ، دي جريمة مستحقة وجريمة دولية. لازم العالم كله يحاسب هؤلاء المجرمين، وفوقهم الشعب المصري إن شاء الله ما يتحرك. أنتوا شايفين القتل شغال، الإهمال شغال، بحربكم من جميع النواحي، من نواحي المية، الأكل، حتى التقصير في الإسعاف الجرحى أو إنقاذ الناس اللي بتغرق، ومنع المراكب الصيد إن هي تنقذهم. دي جرائم ان شاء الله هيتحاسبوا عليها قريبا باذن الله. يسقط حكم العسكر الانقلابي المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنقدم تعزينا لاسر الضحايا، وبنقول ان السبب في هذه الكارثه هو الانقلاب العسكري اللي فشل في التعامل مع المصريين وخباهم، يحاولوا باي طريقه يخرجوا خارج بلدهم، فشل في انقاذهم، فشل حتى في التعامل مع الجثث. احنا شفنا صور على الجثث، غير صور غير ادميه في التعامل مع الجثث. فانقلاب عسكري فاشل ان شاء الله يسقط حكم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدايه بقدم عزائي لاسر شهداء المركب في رشيد، ودي مجزرة جديدة تنضم لمجازر الانقلاب العسكري وعبد الفتاح السيسي، بداية من مجزرة الحرس الجمهوري للمنصة، لرابعة، لرمسيس الأول، لرمسيس الثاني، لعربية الترحيلات، لشباب الجامعة، لمجزرة مجموعة 6 أكتوبر،
كل المجازر دي نضيف عليهم مجزرة رشيد، لأن الشباب دول لما حصلت لهم مشكلة في عرض البحر ولا حرس حدود راح ينقذهم ولا دولة سألت عليهم، بل بالعكس الناس اللي نجت منهم رموهم في السجن وبهدلوهم في الأرض، وشفنا المناظر وشفنا كل حاجة. فدي مجزرة جديدة تنضم المجازر المجرم عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله إحنا هنحطها في عناقنا زيها زي المجازر السابقة، وإن شاء الله في يوم من الأيام هناخد حقوقه جميعا وخالص تعزينا ليكم. يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر.